رافضين ما أسموه حملات تشويه وتشكيك مغرضة تتعرض لها دولة قطر، القادة العرب في قمة الجزائر ينددون ويدعمون المونديال العربي، مساندين في البيان الختامي للقمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودولته التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدين ثقتهم المنقطعة النظير في السلطات القطرية وملاعبها حديثة النشأة في تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص دعمنا لدولة قطر الشقيقة وهي تتأهب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والإشادة بجهودها لإعطاء صورة مشرفة تليق بعالمنا العربي وثقافته الزاخرة بالقيم النبيلة. انتقادات بشأن طريقة تعاملها مع العمال المهاجرين وقضية المثليين والنساء فضلا عن تكييف الملاعب هي جملة من الاتهامات الفارغة التي روجت لها دول أجنبية هدفها تحطيم حلم قطري يمثل العالم العربي، لكن أمير قطر لم يجعل بلده لقمة سائغة في أفواه الماكرين، مؤكدا أن العالم سيشهد مونديالا يسر الناظرين. منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. هذا امتحان كبير لدولة بحجم قطر التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حققته وتحققه. القمة العربية كان عنوانها لم الشمل العربي لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها وفصولها، والدعم المستمر لكل ما هو عربي عنوانه التميز. الدعم العربي الواجب لمونديال قطر حمل في ثنايا صفحاته الرياضية اتفاقيات عديدة في مجالات مختلفة كان للجزائر جزء مهم منها، فقبل الرياضة عمل جزائري قطري منح الحياة لمشروع اقتصادي يتمثل في مصنع للصلب والحديد، تلاه اتفاق في المنظومة الصحية بإنشاء مستشفى سعته 400 سرير بشراكة جزائرية قطرية ألمانية. كل هذه المشاريع الضخمة ما هي إلا انطلاقة نحو شراكة عربية كبرى ومستقبل لا تحده الحدود.